نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك عزيزي المشاهد. أرحب بيك في حلقة جديدة من نرى نورا، نور إلهي يسطع على عقولنا وأذهاننا، يسطع على قلوبنا وأرواحنا، عشان نفهم وعشان ندرك الحق، عشان ننتقل من الظلمة إلى النور، عشان نبصر الطريق اللي أعطانا إياه الله لنسير في الطرق المستقيمة اللي توصلني ربنا، توصلني للحياة، وتوصلني للرجاء، وأكتشف أنا مين. والله دعاني دعوة عظمى أن أكون ابن ليه، أن أكون امتداد لوجوده ونعمته، لأعيش معه الحياة الأبدية. نعم، بنورك نرى نورا. المسيح قال أنا هو النور الحقيقي، مش المزيف، الذي ينير كل إنسان. كل إنسان يستطيع أن يستنير بنور المسيح. أرحب بك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة الجديدة اللي معانا فيها ضيف جميل وعزيز وغالي، تامر، وعنده قصة عجيبة جدا جدا جدا، بتثير كثير من التساؤلات وبترد على كثير من التساؤلات الموجودة واللي بنعيشها النهاردة وبنحياها، وبيقف عندها ناس ومش قادرين يعدوها، لكن بنشوف بصورة متجسدة حقيقية واقعية من الحياة نعمة الله المغيرة والمخلصة لجميع الناس. لكن قبل ما نسمع حكايته ونتقابل معاه ونسأله ونطلع خلاصة ما قال ونرد على تساؤلات الناس اللي متوقعين النهاردة انكم تتصلوا بينا، والأرقام هتنزل قبل الجزء الثاني عشان نبتدي نستقبل مكالماتكم ونصلي معاكم ونرد على أسئلتكم. أحب أقول في الأول أنه الاثنين الماضي أول امبارح يوم 24 من هذا الشهر ودعت مصر الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ودير درونكا. ربنا شرفني أني أروح وأحضر هذا الوداع، هذا الحفل، حفل الناس عينيها مليانة دموع، لكن أول مرة في هذا الوداع الناس تسقف له، وكل ما الحديث يجري عنه الناس تسقف فخورة بيه وعارفة هو فين. وربنا أعطاه أيام طويلة، 92 سنة عاشها، وترك وراه تراث وميراث، ليجاسي، ودرس يتعلموا لهذا الجيل. وأنا ذكرت قبل كده أني أنا التقيت به 3 مرات، لكن ما أقدرش أنساهم الـ3 مرات دول، وكانت في السنوات الأخيرة جدا، واللقاء الأخير كان قبل سفره للعلاج، واللي بعدها رجع بالجلطة وكان فاقد الوعي، وبعدين بقى على ويل تشير إلى أن انتقل عن هذا العالم، لكن قدرت قبله قبل ما يمر بالأزمة دي الأخيرة وهو في طريق سفره للخارج. واكتشفت أني التقيت برجل الله، وبصدق أقول لكم كده أنه في لقائي الأول والتاني أنا وإيمان مراتي بالذات أول مرة قلت له صلي لي سيدنا من فضل، حط إيدك علي وصلى لي، صلى لي صلاة جميلة جدا مليانة تواضع ومليانة حب، مليانة قبول، مليانة احترام، أنا ما استهلوش. بتعرف الإنسان في يوم وداعه، بتعرف هو مين. وأنا لما رحت عرفت هو مين أكتر من الجماهير اللي احتشدت عشان تدخل، واللي وقفت على البيبان بره عشان تودعه، الصندوق اللي ما كانوش قادرين يخرجوا بيه من المطرانية لأن الناس كلها عايزة تخطف هذا الصندوق، العربية اللي تحط فيها الصندوق على مطلع الدير، الناس هي اللي زقت العربية السواق
كان بيكلمني في التليفون وقال أنا ما كنتش بسوق، ما قدرتش أسوق، أنا وقفت المطور لأن الناس هي اللي بتدفع العربية في طريقي. مشهد مهيب لشعب أحب خادمه وحب أبوه الروحي، وشاف فيه المسيح، وشاف فيه روح من السماء مليانة يمكن صرامة وقوة، لكن مليانة تقشف، تقشف حقيقي، ومليانة تواضع حقيقي. أشهد بهذا، أنا حسيت أني أمام أحد عظماء التواضع لما التقيت به. أنا ولا حاجة، لكن عشان يقف يستقبلني ورافع الصليب كده عشان ما انحنيش أمامه، عشان أبص لي وجها لوجه، عشان لا أعبر عن أي قدر من الاحترام الزائد، بالعكس بالعكس. وأنا خارج يقف عشان يودعني، يا سيدنا تفضل أقعد، حضرتك وسيادتك ونيافتك كبير في السن وما يصحش أني أتعبك. أبدا أبدا أبدا. درس مش هنساه في حياتي. لكن من أكثر الحاجات اللي أثرت فيا في حياة هذا الرجل إيمانه بالوحدة، إيمانه بوحدة الكنيسة، وبيقولها من قلبه، وبيقولها ده اللي قاله المسيح، ليكون واحد كما أننا نحن واحد، إحنا واحد. ويبص لي كده ويقول لي إحنا واحد، هو عارف أنا قسيس إنجيلي، بس هو بيبص لي إحنا واحد، هو قال إحنا واحد، ومحدش يقدر يكسر للمسيح كلام ده، شوقه ودي كلمته ودي وصيته ودي رغبته وده كلامه، وإحنا لازم نسمع كلامه. أنا ما سمعتش الكلام ده من حد تاني بالطريقة دي، أنا ما سمعتش حتى من ناحيتنا، أنا ما سمعتش هذا الإيمان بالوحدة واليقين دوت قدر ما سمعته من هذا الإنسان العظيم. بالحقيقة كان رجل الله. لكن الحقيقة التانية اللي فرقت معايا جدا في حياة الأنبا ميخائيل، حبه وثقته في الأب متى المسكين، ورغم أنه هو كان زي رئيسه، هو مطران دير الأنبا مقار، إلا أنه كان يرى الأب متى المسكين بأنه واحد من آباء الكنيسة. وقال عنه هذه العبارة الشهيرة أن متى المسكين كان حلقة ذهبية في سلسلة آبائية. واو، عبارة تسوى إيه مش عارف. هكذا رآه، وهكذا دافع عنه، وهكذا حماه من هجوم كثير جدا اترمى عليه. والأب متى المسكين لم يدافع عن نفسه، لم يدافع عن نفسه، عاش للمسيح وكتب عن الحياة الروحية وكتب للمسيح، وقال إن كتاباتي دي مش لهذا الجيل، للجيل اللي جاي. وده حقيقي دلوقتي، الآلاف الآن يقرؤون متى المسكين أكثر مما كان موجود بجسده على الأرض بيننا. والحب والاحترام من رجل كهذا، هو شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتقول حاجة، بتقول أنه كان بيننا رجل عظيم شهد لرجل عظيم متى المسكين. مرة تانية أعتز بأن أنا كنت موجود في هذا الوداع، وأنا أرى الجموع تودعه من أول البابا تودروس الثاني، ومطارنا كثيرين وقصص ورهبان وراهبات، مشهد 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 غير عادي، زحام يفوق يفوق الوصف. لكن بيشاور بيقول كاننا بيننا رجل الله لنتعلم منه، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. عندي حاجات أكتر أقولها، بس يمكن لما يحون الوقت حقدر أقولها، وأنا ضميري مستريح وحاسس أنه هذا وقته لأقول هذا الأمر. لكن مرة تانية أعزي كنيستنا القبطية، أعزي كنيستنا المصرية، أعزي شعبنا في رحيله، لكن النسمة العطرة والرائحة، رائحة المسيح اللي فاحت منه لازالت موجودة في ذكريات الناس، في قلوب الناس، في حياة الناس. وأتمنى نتعلم، أتمنى نتعلم، أتمنى نقتفي أثار هؤلاء المتواضعين اللي شاوروا على المسيح، مش اللي شاوروا على نفسهم، اللي نادوا بالحب، اللي كانوا يجمعوا ولا يفرقوا، اللي تركوا وراهم سيرة عطرة نتمثل بإيمانهم.
ربنا يعزينا ويعوضنا وناس مثله يشهدون لنعمة الله الغنية. قبل ما نحكي مع تامر عايز أقول أقرأ بس شاهد كتبه بولس الرسول في روميا ربما يعبر عن حكاية تامر، وبعدين هنروح نسمع الاختبار المسجل، وبعدين نرجع بقى نحكي معاه وناخد وندي ونفصفص القصة الغريبة ديت، لأن في حتة مختصرة جدا قالها وهو بيسجل اختباره وقصته مع المسيح. في روميا أصحاح 1 بولس الرسول بيكتب هذه الكلمات وبيقول في عدد 14: إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء. فبيقول أنا مديون لكل الناس، لكل الناس، الحكماء والجهلاء، لليونانيين والبرابرة اللي ما عندهمش أي حضارة ولا أي ثقافة ولا أي معرفة. مديون لهم بإيه؟ مديون لهم بإني أنادي لهم بالإنجيل. فهكذا ما هو لي اللي عندي مستعد لتبشيركم أنتم أيضا الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ده اللي عندي، إنجيل المسيح، وأنا مديون للناس، أنا مديون للناس باللي عندي، لأن اللي عندي ده مش ملكي، اللي عندي ده في حد ادهوني وأنا ما كنتش أستحقه. أنا كنت مضطهد الكنيسة، أنا كنت عدو لله، والله وجدني وأعطاني هذا الإنجيل، وأنا مديون للناس عشان أقدم لهم هذا الإنجيل. وبعدين بيقول عبارة جميلة جدا: لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي واليوناني، لليهودي الذين رفضوا المسيح، لو آمن بالمسيح اللي هو رفضه وقومه واضطهده زي بولس يكون له نجاة، نجاة، وللأمم اللي عبدوا الأوثان الذين لا يعرفون الله، الذين ليس عندهم هذه الكلمة النبوية. فهذا الإنجيل لكل الناس، لكل الناس للخلاص، في قوة في هذا الإنجيل تنجي الناس، تنجيهم من الحفرة اللي وقعوا فيهم، تنجيهم من الضياع اللي عاشوا فيه، تنجيهم من الشر اللي انغمسوا فيه، تنجيهم من القيود اللي عاشوا فيها، تنجيهم من العمى اللي عاشوا فيه. قوة الله للخلاص، دي القصة اللي هنسمعها النهاردة. تامر راح لغاية فين؟ لكن هذا الإنجيل خلصه ونجاه، وهو النهاردة بيعيش ينادي بالإنجيل ومديون للناس. وهو بيحكي حكايته النهاردة هو مديون لكم بالإنجيل اللي غير حياته، وبالإنجيل اللي بينادي بيه الناس عشان حياة الناس أيضا تتغير. اسمح لي نروح نسمع المختصر اللي تسجل قبل كده، وبعدين نرجع نلتقي بالشخص نفسه ونسأله. عندنا أسئلة كتير أوي في اللي حيحكيه دوت، وبعدها هيكون عندكم أسئلة كمان تسألوا بعد ما تسمعوا من القصة ومن هو شخصيا. أنا اسمي تامر ميلاد، اتولدت في بيت عيلة، بيت عادي جدا، حياتي من أنا وصغير لحد خمسة ابتدائي كنت كويس جدا، حلو قوي، كانت الناس كلها بتكلم عليا ان هي كلها مستقبل حلو، ولد ذكي جدا. من اول خمسة ابتدائي اتفاجئت واتصدمت قوي ان سقطت، دي كانت بالنسبه لي صدمه، كان حسيت جوايا بظلم قوي من ربنا، انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه الظلم ده؟ ليه كلهم ينجحوا وانا اسقط؟ ابتدى من جوايا اسئله كتير قوي ضد الله. بعديها نقلت اعدادي، حسيت بمعاناة، حسيت لأنا مش طفل زي كل الأطفال. ابتدت تحصل مشاكل بين بابا وماما كتير قوي، ابتدت أتخانق مع أمي، أزعلها بإيدي، أشوح لها، واتخانق مع أبويا كل شوية وكل يوم والتاني. بقيت أنا دايما عصبي معاهم، ودايما مش طايق أي حاجة في البيت، حاسس إني مظلوم. ابتدت أشتغل، ابتدت أحس بالظلم في الشغل، بقيت أطرد من شغلي من رؤسائي، ابتدت أحس بظلم أو بقهر منهم ليا،
تعبت نفسيا جدا جدا قوي قوي. لما زاد بي التعب قوي قوي قررت ان انا انتحر، وحسيت ان الموت اهون بكتير من العيشه اللي انا عايشها. وصلت عند كوبري 6 اكتوبر وقلت ان هرمي نفسي من الكوبري ده على الميه. بس قبل ما اعمل كده بصيت فوق في السماء كده وقلت له انت مش موجود وانت اله ظالم، انت سايب الناس تعمل في بعضها اللي هي عايزاه وسايب ابليس يعمل اللي هو عايزه فينا. الطبيعه بتاخد مجراها، انت ما بتعملش حاجه ومش متحكم في اي امور، ولو كنت موجود تبقى اله ظالم وقاسي قوي. وانا الموت ليا افضل من ان انا اعيش في الحزن، لان ابتديت قبليها اروح عند دكاتره نفسيين واتعب اكتر، فكان ضاقت نفسي جدا. فقررت ان انا اعمل كده. حسيت بحاجه قويه جدا بتمنعني وبترجعني لورا، خفت قوي 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 ان انا ارمي نفسي. بعد كده اتنقلت فتره الجامعه، تعرفت على ناس بتوع وداع، اتعاملت معاهم، بقيت اروح زيارات بيوت اقرا الفنجال، وبليز كان بيديني شريط فيديو للناس اعرف اسرارهم واعرف حياتهم. الناس كانت بتنبهر بيا وتتعجب بيا قوي، انا كنت بلاقي فرح قوي واغراء عظيم قوي وكبرياء قوي كان بيملاني اني انا غيركم، انا بعرف كل حاجه عنكم. كنت بلم اصحاب البنات والولاد في الجامعه واشوف لهم الفنجال واحد واحد، لكن في وسط ده كله كنت بالليل ما بعرفش انام، بخاف، كنت مجرد ما اطفي النور ما استحملش ارجع اولعه تاني، لاني كنت دايما بشوف احلام وكوابيس من ابليس ليا ومطارده ومن هجوم. كان بيتحبني بالليل قوي في منامي، كنت خايف قوي، كنت اولع النور. ابتديت ان انا امشي في علاقات مش مظبوطه، اتقبض عليا في الشارع مع بنت سيئه جدا جدا، كنت ماشي في وضع مخل قوي، اتقبض عليا وانا في الشارع برضو سكران والخمره معايا. اتخذت تحري وقعدت يوم في القسم وخرجت. تعبت جدا من الفشل والاحباط في كل حاجه في حياتي، حسيت ان الحياه ملهاش معنى، كلها فشل، كلها ماشي في طريق مسدود وفي ضلمه. جالي صديق لي قال لي تعالى روح مكان تتدرب فيه تعلم فيه، قلت ماشي اروح. رحت تعرفت هناك على قائده وام روحيه ليا، ابتديت تصلي معايا وابتديت ان انا اتعبهم قوي، لاني انا ما كنتش مصدق ولا مآمن ان يوجد الله. فابتدت تصلي معايا قالت لي كده انا صليت معاك كتير، انت لازم تصدق في ربنا وجرب الهك وصدق فيه مره واحده في حياتك. انت عملت كل حاجه اللي انت عايزها ما لقيتش حل، جرب المره دي بس وانت مش هتندم ومش هتخسر. كنت واقف معاها وقلت اجرب، مش انت موجود وريني هتعمل ايه. فجأة جت كورة من النور قوية جدا خبطة في دماغي، رحت واقع على الأرض ساجد، ابتدى تنميل يحصل في دماغي وفي قلبي. ما كنتش حاسس بخوف خالص، كنت حاسس بسلام، وكان أول مرة أحس بسلام. بعديها على طول قمت ورحت نمت، ابتدى إبليس يجيلي تاني في المنام بيهاجمني ويهددني بالفشل وإني مش هرجع لربنا. ابتديت اخاف قوي، ابتديت اروح لامي تاني واقول لها انا بتهدد من ابليس، وصلت معايا تاني. فجاه اتخطفت ورحت في حته ضلمه قوي فوق في الهواء، فضلت اصرخ انا في ضلمه انا عايز ارجع. سمعت صوت من ربنا بيقول لي بص تحت، فبصيت لقيت جثه مهمده مرميه ملهاش اي قيمه. ابتديت اخاف واصرخ اقول له انا في ضلمه انا في ضلمه عايز ارجع عايز ارجع. وفي لحظات رجعت تاني، رجعت بشرق قوي، خوف ان انا مش عايز الضلمة ومش عايز ارجع فيها تاني. بعدها ابتديت اصدق ان الله موجود. بعد كده لما ابتديت اصدق ابتدى ابليس يهاجمني تاني في نومي تاني اكتر واكتر. ورحت للقائدة الام الروحية، ابليس بيهددني، قلت لي تعالى وصلي واعلن كده يا رب انا عايزك وعايز حضورك، انا عايز اشوفك، اظهر نفسك ليا. ابتديت ان انا اصرخ واصلي وارفع رجلي وادبها في الارض، رب اديني سلطان على ابليس انا مش عايزه انا برفضه. ابتديت هي تقودني في الصلاه، ابتديت اصلي من قلبي بصوت عالي قوي، ابتديت اقول انا عايز حضورك، المسني انا عايز اشوفك. بعدها شفت يسوع ظهر ليا وبنور كبير قوي وعجيب قوي، ابتدى يحط ايده عليا يقول لي مين الاقوى، قلت له انت،
نظراته كلها كانت حب ليا، حب بتظهر حن قوي من ربنا جدا، غيرني ونقل حياتي وحررني وشفاني، ملا حياتي كلها بعديها فرح نجاح، ابتديت اقرب منه اكتر واكتر واكتر، ابتديت كل يوم ورا التاني يقودني وراه وامشي وراه. بعد ما كان ذهني ملك الابليس، ابتدى الله هو اللي سيطر على جسدي وذهني ونفسي وروحي. يحاربونك ولا يقدرون عليك، لان انا الرب منقذك ومعك. دايما بشوف الله صالح قد ايه، ومهما ابليس بيحارب هو بيتغلب وبيفشل. سلمت حياتي لربنا قوي في اليوم دوت، وحياتي كلها اتغيرت. ابتديت اروح للناس اللي هما تعبانين نفسيا وروحوا للموت وقيادين واسحار، ابتديت اروح وابكي عليهم واصلي من اجلهم ان الرب حررهم زي ما حررني. دي مش حدوته، ده حقيقيه. تامر معانا هو بشحمه ولحمه، والقصه دي فات عليها كم سنه؟ من 2005، يعني 9 سنين. 9 سنين دلوقتي ومكمل. مكمل. واللي حصل ده كان حقيقي طبعا للاخر. للاخر. بس دي يا لهوي، دي عايزه افلام اللي انت حكيته دوت، ومحطات واحده ورا الثانيه، كل محطه محتاجه نقف ونسال ونستفسر. بتهيألي الجزء الأولاني اللي انت قلته ده، فكرة الظلمة، لما سقطت ولما اشتغلت واتظلمت في الشغل مش كده، وبعدين بابا وماما بيتخانقوا مع بعض في البيت جحيم، فانت حاسس ظلم في المدرسة، ظلم في البيت، ظلم في العمل، فوصلت في الآخر انه انت مش موجود وانت ظالم. ازاي هو مش موجود وظالم؟ يعني لو ظالم يبقى موجود، ولو مش موجود يبقى مش ظالم. بس ده العبارات اللي بنسمعها لي من دول، يعني انت بالظبط بتقول اللي حاصل اليومين دول، انه ناس كتير الاوقات دول بالذات شباب، بسبب الاحساس بالظلم والشر والقرف اللي موجود في العالم، بيقول كده ربنا مش موجود، أصله ظالم. يعني لو ظالم يبقى موجود. فممكن تشرح لي الحتة ديت، أنت كان رأيك مش موجود ولا كان رأيك ظالم فبالنسبة لك مش موجود؟ يعني فهماني. كان ساعتها جوايا صراع، طب مش موجود، يجي حاجة تخطبني فعلي لا موجود، طب أنت موجود لا تبقى ظالم. ففضل الصراع دوت طول الوقت دوت. إيه اللي خوفك أنك أنت ترمي نفسك وتموت؟ خوف من الموت ولا حسيت هو بيشدك لورا؟ ايه اللي خلاك تروح؟ حسيت هو بيشدني لورا. هو مش خوف من الموت؟ لا، يعني انت بصيت له كده قلت له انت ظالم، بس هو شدك. ده رايك صحيح ولا دلوقتي ده رايك، ولا كان رايك ساعتها؟ كان رايي ساعتها. كان رايك ساعتها. هو ما سابكش؟ ما سابنيش. تاني حياتك رغم انك انت بتبصي له كده بتقول له انت ظالم ومش موجود، صح كده؟ النقطه دي انا عايز اقف عندها. وقت تفتكر لما بتزعل من ربنا ان ربنا بيزعل منك، وقت تفتكر حتى لما بتبصي له كده وتتخانق معاه ان هو بيزعل منك، عارف ليه؟ عشان مخه كبير قوي، عشان مقدر الوجع اللي جواك، عشان حاسس باللي جواك دوت، وعذرك. يعني لما بيبصي له كده ظلم ظلم ظلم، ذنبه ايه ان ابوه وامه يقعدوا يتخانقوا مع بعض؟ ذنبه ايه انه تمتهن كرامته في العمل عشان هو صغير وبيشتغل ومش مفروض يشتغل، لكن هو مضطر يشتغل يمكن عشان ظروفه العائليه او ايا كان. فالاحساس بالظلم ده احساس حقيقي. لو ظلم موجود حقيقي، احنا مش بنتخيل ان في ظلم، لا، هذا العالم مليء بالظلم، والظلم اللي موجود في العالم ده اكثر بكتير جدا من العدل. بالعكس، نادر ما تلاقي العدل، وغالبا ما تجد الظلم، غالبا ما تجد الشر، ونادرا ما تجد الخير. أغلب الأفلام الخير بينتصر على الشر، لأن دي رغبة الإنسان، لأن في حاجة جوه الإنسان بتقول الخير أفضل. لكن في واقع العالم، في واقع الحياة، الشر أكتر بكتير من الخير. فيا اللي أنت حاسس بالظلم، يا اللي أنت حاسس بالشر،
وده مخليك تبقى سائر ضد ربنا. هو مش زعلان منك، هو مش زعلان منك لأنه حاسس بيك، ولأنه فاهمك، ولأنه عذرك، ولأنه نفسه يرد عليك لو اديته فرصة ويجاوبك ويشرح لك ليه الظلم كده وليه الشر كده وزي انه بريء. الغريب بقى ان العبارة اللي انت ختمت بيها انا كتبتها الله صالح صح؟ في الاخر الله صالح، ده طلع صالح، ده طلع بريء، ده طلع ملوش دعوة باللي حاصل دوت. ده هو الوحيد اللي يقدر ينقذك من الظلم ومن الشر ويخرجك الى الرحب. ودي الحاجة اللي ناس كتير قوي مش فاهماها ومش مدركاها. بس احنا عندنا اهي معجزة متجسدة حقيقية امام عينينا بلحمها وشحمها، حصلت من 9 سنين ومليانة تفاصيل خارقة للطبيعة. عنده 3 مواقف خارقة للطبيعة ابن اللذين ده. فيعني مش عارف نحسده ولا نشكر ربنا ونقول ربنا بصحيح موجود. حقف عند المحطة الثانية اللي انت حكيتها. انت رميت روحك في قوى الشر، الودع بقى والفنجان وقراية الطالع رميت روحك في الحكاية ديت واتفتحت على الموضوع دوت. وبعدين انت بتقول ابتديت انت تقرأ للناس الفنجان والودع، وقلت عبارة كده ورحت وكلها ان بقى إبليس بيوريك ايه اللي جوه الناس. اسمها ايه دي؟ اسمها روح عرافة. اسمها روح عرافة كده يعني. انت خفت تقولها تقول اسمها ولا ايه؟ ودي موجودة في الكتاب؟ اه طبعا دي موجودة. موجودة فين؟ سيمون الساحر. سيمون الساحر. لا مين بولس؟ بولس لما قابل العرافة وقال لها باسم يسوع المسيح اللي فيها روح عرافة، اللي في مدينة فيليبي اللي بسببها اتمسك واتضرب فيعني دي حاجة حقيقية طبعا وموجودة في الكتاب. فاللي حصل لك ده حاجة حقيقية. انت رميت روحك في ايد ابليس، فابليس امتلكك وادالك حاجة طعم يمسكك بيه، اداك روح عرافة، بقيت بتشوف اللي جوه الناس وتقول لهم والناس تنبهر بيك. انت قلت حاجتين بقى، كنت بتبقى مبسوط وكنت بتبقى خايف ومش عارف تنام ازاي. مبسوط في النهار مع الناس، اغراء، قوة، مكانة، بلاقي نفسي طبعا شكل خارجي قدام الناس، لكن لوحدي يعني دي بقى الحقيقة. انت هو مش لطيف ها؟ طبعا خالص ها؟ طبعا مش لطيف خالص. مش مسلي ابدا صح؟ بجد؟ ابدا. بيديك حاجة شكلها حلو تتحكم فيها في الناس او بتفرد بيها على الناس، لكن انت وهو مش سعيد مش مبسوط صحيح؟ طبعا. اي عهد بين شخص وابليس ما فيهوش سلام، في ضلمه، في خوف، في رعب. قدام الناس بس يظهر بشكل الحلو الجميل الرائع المبهر المغري، لكن لوحدي الحقيقه بقى الظلمة، الخوف. وانت كنت بتسمع صوت جواك ولا بتشوف حاجة تخليك شايف اللي جواه؟ الاثنين. يعني احيانا كنت تسمعه بيكلمك ويقول لك كذا 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 عن الشخص دوت، او احيانا تروح شايف الحاجة اللي جوه البني ادم دوت فتقول له انت جواك كذا 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 فينبهر بيك وبتعمل كذا 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 وبتعيش كذا كذا كذا. كلها عرافة عن الحاضر والماضي، عن الماضي والحاضر اللي احنا فيه دلوقتي. لكن انت مش شايف المستقبل. لا ما اقدرش، بس ممكن اتوقع. تتوقع من اللي حاصل. من اللي حاصل. من اللي حاصل. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ابليس لا يعرف المستقبل. ابليس يعرف الحاضر، يعرف ما في قلوب الناس. يعرف بيفكر في ايه، يعرف جاي منين، يعرف لابس ايه. لكن ما يعرفش المستقبل. ودي مشكلة روح العرافة، ان روح العرافة بيقول لك الحاضر فبيتنبأ لك بالمستقبل، زي فكرة قصة مكبث بالظبط اللي شرحها شكسبير، قصة في منتهى الخطورة. إبليس بيقول لك الحاضر فبتنبهر، فبيقول لك المستقبل فبتروح تعمل المستقبل. وانت بتعمل المستقبل انت بتدمر حياتك وبتحقق إرادة إبليس في حياتك. ودي قصة مكبث الشهيرة
انه راح قتل ليصير ملكا، ليحقق النبوة اللي إبليس تنبأ بها على حياته. فدمر حياته، فدمر حياته ودمر أعز الناس اللي حواليه. ودي حقيقة، وبنقول مرة تانية يا إخوة، الروح الشريرة موجودة، إبليس موجود، روح العرافة اللي بيتكلم عنها الكتاب لازالت موجودة وممكن تحصل مع ناس، ودي مش بركة. لعنة. قولها تاني كده. لعنة. قولها تاني كده. لعنة. سامع؟ سامع؟ قلت خوف ومش بنام بس. بس كان كمان الناس كانت بتصدقني، الناس كانت بتصدق الزيف، الخداع، بتصدق. بس عشان بتقول لهم حاجة حقيقية ما حدش يعرفها غيرك، فمصدق. كانت مأثرة على حياتك في حاجة تانية؟ كنت طبيعي كده عارف تؤدي حياتك، ولا كنت مشوش وتفكيرك متلخبط؟ طبعا مشوش، تفكيري ملخبط، عدم تركيز. طبعا كان في نتائج سلبية جدا على حياتي. قعدت قد ايه في الفترة دي؟ لحد ما اتخرجت من الجامعة. كم سنة يعني؟ يعني لحد ما وصلت، حتى فترة من صغير لحد ما كبرت، لحد ما اتخرجت من الجامعة. لا لا، الفترة دي بتاعت روح العرافة دي كم سنة؟ عدت الخمس سنين أو ست. خمس؟ عدت خمس أو أكتر كمان. البيت ما كانش دريان ولا ما مش لا فيش حد كان يعرف حقيقة خالص. ده عندك كم أخو أخت بالمناسبة؟ عندي خمسة قبلي. أصل الصورة جامدة أوي. أنت صغير؟ أصغر واحد. أنت الـ أنت الصغير. هما بيحبوني جدا ولا بحبهم جدا، بس زمان كنت انا دايما عصبي جدا، فبتتخانق فبيتفادوك؟ لا يعني ابويا امي بسيطه قوي فبيحبني جدا، فانا دايما عصبي، بس هما ما يعرفوش انا عصبي ليه. الموضوع السحر والحاجات ديت موجود كان في العيله؟ ايه هو ممكن يكون يعني في الأجداد كان موجود؟ ممكن طبعا. وانت اكتشفت ده بعدين؟ ما كنتش عارف لك يا ليه. لما جيت حياتي في الإيمان أو اكتشفت ان في لعنات في الأجداد لازم ان انا افصل نفسي عنها في الصلاة. ليه علاقة بالأعمال والسحر؟ عايز اروح للمحطة التالتة، بس قبل ما اروح للمحطة التالتة، الحتة المضيئة بقى ديت، انت حد خدك للمكان بيعلمه حرفة ليه؟ انت ما كانش عندك حرفه؟ لا. انت كنت خريج جامعه، خرجت من جامعه ما عندكش حرفه؟ امال اتعلمت ايه في الجامعه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. فانت مش قادر تعمل حاجه، فعشان تشتغل شغلانه كويسه رحت المكان اللي روحته ده اسمه ايه؟ قول. ها؟ المكان فكر وعمل. فكر وعمل. وكنت بتتعلم ايه فكر وعمل؟ رحت تتعلم ايه؟ كنت بتعلم مطبخ هناك. مطبخ؟ لان انا كنت خريج ثانوي سياحه وفنادق مطبخ. فقلت بقى تتعلم بصحيح يعني تبقى لقيت ان الحرفه دي موجوده هناك. فروحت اتعلم هناك. ومن هناك بدات رحله النجاه من الماضي الصعب دوت. نفسي قبل ما اكمل القصه وقبل ما اخد الجزء المضيء دوت، عايز اقف واقول ربنا موجود، ربنا موجود للي بيطلبوه، ربنا موجود للي بينادي عليه، ربنا مش بيفرض نفسه علينا. في ليه؟ لأنه كبير قوي وقوي قوي، لو فرض نفسه علي يفعصني. لكن قال تطلبونني تجدونني. ده بالظبط اللي حصل. لما طلب لقاه كل مرة في الثلاث قصص، الثلاث مشاهد اللي أنا كاتبهم عندي ديت، لما طلب لقاه، لما طلب من قلبه بصحيح وهو عايز النجاة لقى. خلونا نسمع الترنيمة المشهورة ديت، أخونا زياد وبيقول ربنا موجود. اطمن روح لطبيب ومش مقفول، واللي خاف ليه متشال في عناه
منقوش في ايديك شعرك معدود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود يا سلام يا هلاك طول ما هو اياك وإيدي سندك وعليك بيسود خليه مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود لو ماسك فيه ومسلم لي أمرك وعليه على طول مسنود تهدي الأسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شبط أسود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بينامش مالوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بينامش مالوش حدود لو ماسك فيه ومسلم لي أمرك وعليه على طول مسنود تهدم أسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شوف ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود ربنا موجود أيوة ربنا موجود للي يطلبوه أيوة ربنا موجود للي يبصوا عليه بيقول الكتاب نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل ده الجزء الجميل من القصة بتاعت تامر راح فكر واعمل عشان يتعلم حرفة وبعدين سيدة فاضلة تحب تقول لنا اسمها؟ طنط موزة طنط موزة بس وطنط أمال طنط أمال طنط أمال أنا أعرف طنط أمال مرات توفيق جورج مش كده؟ سيدة فاضلة أعرفها من سنوات طويلة جدا 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 من أيام ليليان تراشر لما كانوا مسكين هم الملجأ ده وإحنا كنا شباب صغير بنروح نخدم هناك هم حسوا بتعبك ولا أنت حكيت؟ طبعا حسوا حسوا هم لقطوري من أول يوم دخلت فيه المكان
بس أنا كنت معاند قوي، بس هما ما سوانيش، تعبوا فيا جدا جدا جدا. لغاية لما أنت اللي وافقت أنك تصلي وتطلب؟ قعدت تصلي معايا وأنا ما كنتش مقتنع بيهم، رغم أنك تعبان. ورغم أنك كنت تعبان كنت معاند. وهم بيصلوا لك؟ آه. لغاية اليوم ده اللي أنت قلت بقى حاجة غريبة جدا، كرة من نور خبطت دماغك، رحت أنت واقع على الأرض. يعني إيه؟ بس هي قبليها اللي كسرني وخلاني أقبل إن هي قالت لي كلمة خبطت فيا قوي، جرب إلهك مرة واحدة في حياتك، أنت جربت كل حاجة وفي الآخر أنت زي ما أنت. فأنا فكرت بقى فيها، هجرب مش هخسر حاجة. كويس. قلت إيه بقى؟ أشوفك. قلت لو أنت موجود؟ أه لو أنت موجود وريني. وريني هتعمل إيه؟ يا ما نسأل دي الجملة دي وما حصلش حاجة. أنت اشمعنى أنت؟ يا ابني نسأل الجملة دي وما حصلش حاجة. إيه الفرق؟ كان جوايا حتة كده جوايا بدور عليه مش لاقيه. خلاص؟ ممكن، بس زمان ما كنتش فاهم الحتة دي، بس ببحث وراه أدور عليه بس، وخصمه وعايزه ضده بس هو معايا يعني. فأنت قلت له الصراع دوت، لو أنت موجود وريني. وريني نفسك. وريني نفسك. يعني إيه بقى كورة من النور خبطت دماغك؟ شفتها ولا خيلتها؟ شفتها. هما ما شافوهاش؟ ما شافوهاش. هما ما شافوهاش. بس هي وبتصلي لي بتقول لي لو أنت سلمت نفسك بالكامل ربنا وصدقته وقلت دوت ربنا يعمل معاك حاجه كويسه جه الوقت حالا. فانا قلت طب وريني بقى. كويس. وريني. فهي دي بقى شفت ما شبه كوره من نور قوي قوي قويه جدا وجت خبطه فيا وقعت على الارض. جايلك كده من وشك؟ جالي في اتجاهي في وشي وخبطتك. خبطت. انت واقع. رحت وقعت على طول. وقعت بقى كده سطيحه ولا ركعت؟ وقعت ساجد على طول. وقعت ساجد على الارض. وحسيت بسلام. حسيت بالسلام وحسيت بتنميل في قلبي او في منطقتي كلها. وبعد كده لقيت تنميل في ذهني قوي. انا طبعا مش عارف هو ايه بس في سلام، في راحه، مش خايف، مش قلقان. طب ليه المره دي ليه ما صدقتش ان ربنا موجود غير تاني مره لما اتخطفت والبتاع المشهد اللي اكتر تعقيدا ده؟ انت تلت خبطات في الراس يعني. انت قلت بيتهيألي ايه اللي خلاك ما تاكدتش ان ربنا موجود بعد اللي حصل؟ هو مشهد الكرة ده كان قبل المشهد ان انا اتخطفت فيه. من عارف. ليه المشهد الاولاني ده ما كانش كفايه انك تصدق انه موجود؟ يعني انا كنت شكاك قوي في ربنا في وجوده للدرجه دي. فقلت انا بيتهيألي. رجع ابليس يهددني يعني صدقته. مش عندي الايمان اللي انا بإيه؟ صدقته. قال لك ايه؟ مش هتنفع، انت فاشل، هو مش بيحبك، ربنا ما بيحبكش. يعني هو لو بيحبك يعني هو اللي بيحبك كده. يعني هو اللي بيحبك ابليس؟ لا طبعا. سواء لازم ابليس يعني يبقى لكن انت فاشل وربنا ما بيحبكش ما تروحلوش. هو لو بيحبك خلقك لي كده، سمح لي كده باللي انت مريت بيه، فين حبه؟ فدي كانت الاسئله اللي معاصلاك معايا. انت فين؟ انت بتحبني؟ طب وريني. طب بيقولوا انك لو انا قلت لك تعالى وريني هتعمل. طب وريني. طب وراك. طب وراك. يعني كم واحد خضق جد فيه ورجع بليز ضحك على تاني ويقول لك لا ده مش بيحبك ما تصدقوش ده مش عارف ايه ده ايه اللي حصل. قال لك ايه اللي حصل معاك ده؟ قال لك ايه؟ قال لك تهيؤات؟ قال لك ايه؟ هو ما كلمنيش في اللي حصل اللي ربنا عمله معايا خالص. هو بتجاهله. هو بيكلمني انك بص انت مش هتنفع. يعني انسى ان انت تقرب من ربنا، انت كده كده بتاعي. انت بتاعي. دي اللي كان بيقولها لي. انت بتاعي. انت بتاعي. وفعلا انا كنت بتاعه. انا متهيألي اللي احنا بنسمعه ده انا بسمعه من ناس كتير قوي. ده الخداع بتاع العدو، ده اللي بيقوله للناس ومش عارف تصدق زي واحد كذاب. يعني بيكرهك وعايز يدمرك وتصدقه. والتاني ده الحلو ده يقول لك حاجه ومش بتصدقها. مش عارف ازاي. ماشي هنكمل. رحت تاني صلوا معاك وبعدين برضو هما بيصلوا معاك حسيت انك اتخطفت دي؟ اتخطفت. يعني ايه بقى؟ اشرح لي على مهلك بقى ديت. يعني ايه اتخطفت؟ يعني حسيت كأن روحك طلعت منك؟ بالظبط كده. كأنك انت روحك طلعت منك؟ روح وعيني مش موجودين على الارض، موجودين فوق. فوق؟ وفي حتة ضلمة. هوية هوية ضلمة بعيد قوي.
أنا في الوقت دوت يعني عايز أقول أنا كنت فاكر إن الجحيم بقى هي الرعب. أنا اكتشفت في الوقت ده إن الرعب الحقيقي الضلمة، مش بس الجحيم، ده الضلمة نفسها رعب. أنا ما بقول للناس الكلام ده ما بيصدقونيش عشان ما حدش يقول ما فيش نهر. هناك يكون الظلمة الخارجية، يعني المسيح وصفها الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أنت اتخطفت رحت حتة ضلمة وخوف فظيع جدا. أنا كنت بصرخ من الضلمة وصراخي ما كانش يسمع لحد، كانش حد بيسمعني، أنا كنت بسمع صراخ نفسي، كنت بقول له أنا مش عايز أكون موجود في الضلمة ديت، يعني عايز أرجع، مش عايز الضلمة. أنا فعلا ترعبت وخفت من الضلمة، لأن الضلمة دي مش هتوصف، يعني مش مجرد هنطفي النور اللمبة فهتبقى ضلمة فعادي، لأ، الضلمة التانية دي هو بعيد في حتة كده مطروق، يعني مش هقدر أوصف، ما حدش يقدر يوصف الجحيم شكلها إيه، بس كلنا نعرف عنها، بس لو تلسعنا بس هنحس بيها، لكن الضلمة ليها رعب تاني غير الجحيم. شفت نفسك تحت؟ آه، جثة هامدة، فكأن روحك طلعت منك وشايف نفسك في الأرض جثة هامدة، قلت له رجعني، فرجعك. بس قبل ما يرجعني قال لي بص تحت، فبصيت لقيت نفسي مرمي على الأرض جثة ملهاش أي قيمة، ملهاش أي معنى، إلا بس شفت حاجة، شفت في الجثة دي الخطية، شفت الخطية في الجثة ديت، وقال لي أنا روح، بتعامل مع الروح مش بتعامل مع جثة، والجثة ديت اللي فيها الخطية هي في الآخر نتيجتها إنك أنت في الهوية دلوقتي. كل اللي عليا أنا ما كنتش برد على الصوت اللي بيكلمني، أنا كل اللي بقوله بصرخ أنزل رجعني، مش عايز أكون موجود لأن خايف من الضلمة. الضلمة كان بالنسبة لي هي رعب، خايفة لأن عيني وروحي وكأنه كله فوق. فرجعت؟ رجعت. وين كأنك فقت ولا كأنك؟ هم حسوا بيك؟ قالوا لك إيه؟ طنط موزة هي الوحيدة اللي حست بيا. قالت لك إيه؟ كنت فين؟ قالت لي أنت كنت فين؟ وحصل لك إيه؟ ساعتها سابتني ودخلت تصلي، قلت لها أنا لازم أعرف أنت رحت فين من غير ما أنا أكلمها. جت لي تاني يوم الصبح قلت لها أنا كنت بصلي من أجلك طول الليل، وأنك أنت اتخطفت مش ربنا يولد لك حياة جديدة ويوريك المكان الآخرة كان مصيرك إيه لو أنت مت في اللحظة دي. مرضي صدقت أنه موجود، هي دي بقى اللي خلتني خلاص صدقت أنه موجود، صدقت أني آخرة مشواري دوت. بس الضلمة وحشة، يعني الضلمة مش قادر استحملها، أنا كل ما بفتكر مشهد الضلمة ما بقدرش استحملها، الضلمة وحشة. أنا كنت فاكر أن النار هي اللي أصعب، طلع أن في ضلمة كمان أصعب، مش بس حاجة في الجسد، النار دي جسد لكن الضلمة دي روحك، يعني حاجة عذاب مش قادر استحملها، فعشان كده كنت بصرخ. كويس، رجعت إبليس برضو تاني؟ قال لك إيه تاني؟ أنا مش هسيبك، عقلنا وش كده، يعني لما كنت معاه كان بيكلمني وش، فالطبيعي كان بيني وبينه بيكلمني وش، مش هسيبك. حلوة وش ديت، مصطلح الحاضر ده. يعني وش كده أنا مش هسيبك. مش هسيبك، أنت بتاعي ما تفلفصش. ومش هخليك تروح لربنا أصلا خلاص، يعني هو تعامل معايا وجه لوجه كده بتهديد علني. أنا فعلا خفت، فعلا خفت. كويس، المرة الثالثة، الثالثة قالت لك دوس عليه وانتهره واسحقه، صح؟ الثالثة بقى دي قصة جميلة، مرة ضلمة والتانية كانت نور. صفها لي تاني، انت قلتها كده بسرعة قوي هنا، عايزينها واحدة واحدة بقى يا تامر. الثالثة؟ لما صليت ودست في الأرض وانتهرت وعلنت سلطانك عليه وإيمانك بالمسيح وسلمت نفسك للرب، انت أول مرة وتاني مرة انت بتصرخ ما بتسلمش نفسك للمسيح، تالت مرة انت قررت تسلم نفسك للمسيح وتدوس على إبليس، مش كده؟ كويس، حصل ايه؟ التالتة دي هي بقى النقلة كلها في حياتي كلها. كان لازم ربنا يفهمني ان انا كنت فاهم ان إبليس في معادلة قوة الله، اذا كان الله موجود يبقى إبليس موجود، فالاتنين معادلة واحد، او إبليس اقوى، يعني بين صراع الله اقوى إبليس اقوى، يعني ما وصلتش لحل في الحتة ديت. يعني الوقت دوت كانت هي بتقودني في الصلاة بتقول لي بص بقى تامر، انت لازم سلم حياتك لربنا، لازم،
طبعا قعدت 20 يوم في المشوار دوت، لازم تسلم حياتك. طب اعمل ايه؟ قلت لي قول لي ابليس مش عايزك، قول لي ابليس مش عايز اغراءك، مش عايز معاملتك معايا، مالكش دعوه بيا، ابعد عني، انا مش عايزك. قلت له ارفضه، تعرف تعمل كده بس من قلبك؟ قلت لها انا عايز كده، يعني عايز كده. قلت له خلاص اقف وصلي دلوقتي حالا ودب برجلك وقول انا مش عايزك يا ابليس، قولها له في وشه، قولها له. وقفت قعدت ادب برجلي بكل كياني بقوتي وكل حواسي اللي فيا، اقول له مش عايزك يا ابليس، مش عايزك، مش عايزك، انا كرهتك. وفي اللحظه دي انا شفت ابليس على هيئه تنين. كل ما انا بصلي وبرفع رجلي وتبقى على الارض الاقي التنين بيتوجع بيتوجع بيتوجع. فابتدى من هنا ثقتي في ربنا تكتر، تعلى نسبيا، ان الله عاملني بمفهومي وفكري. فكان لازم يثبت لي الله ان ابليس ضعيف مش اقوى من ربنا. فكان كل ما اشوف ابليس حقيقه التنين دوت يتوجع يتوجع ويتالم وانا ازيد في الصلاه، وابتديت انا ابتديت في الوقت ده اتشجع قوه وايمان، مش عارف اقول منين بس مش عارف ما اعرفش، ابتديت اصدق في ربنا قوي. اول ما لقيت ابليس بيتوجع قوي وكان جيلة شكل تنين مخوف بس قلم اتوجع، في الوقت دوت اختفى التنين في اللحظه ديت وظهر يسوع بس بنور قوي وبشكله ملامحه. شفته شفته وقال لك ايه؟ انا ولا هو؟ قال لي مين الاقوى؟ قلت له انت. البصه بتاعته دوبتنا في حب، دوبتنا فيه، يعني انا قلتها له كده خلاص انا رامي نفسي عليك، لان حسيت ده هو المنقذ ليا، هو النجاه ليا. نظرته ليا يعني قالت لي كل حاجه عايز اقولها لي، رغم ان هو كلمني كام كلمه انا ولا هو. قلت له انت. بس النظره بتاعته كان فيها كلمات كتير كتير على الحب، انك انت ابني، تعالى خد، تعالى ترمي فيا. في الوقت دوت نوره حررني، لمسه منه حررتني، مش بس كده اتشفيت. كل الحاجات النفسيه واللي كنت بتعاني منها، انت كنت بتاخد ادويه وبتروح للدكاتره وغلب حمارك مع راحت خالص خالص، بحر اختفت. المقابله دي بقيت بني ادم تاني خالص خالص خالص، وابليس ما رجعش يهددك، وروح العرافه اختفى. ما بتشوفش اللي جوه الناس دلوقتي؟ لا. ولا تعرف اسرارهم؟ لا. ولا تقرا الفنجان؟ لا خالص. ولا الودع؟ لا. والعلاقات الجنسيه والمش عارف ايه، كل الناس اللي عرفتهم من صحابي ابعدت عنهم نهائيا خالص. انا عايز اقف هي قصه غير عاديه، انا ما اقدرش اقول اني انا سمعت قصص بالوضوح ديت. على قد ما ابليس اتعامل مع بوضوح وفتح عينيه على العالم الروحي واثره، على قد ما صرخته ديت خلت ربنا كمان يتعامل معاه بهذا الوضوح ويشوف العالم الروحي دوت بين قوى الشر ابليس اللي بتحكم هذا العالم وبين المسيح المخلص، المخلص صاحب السلطان اللي يسحق رأس الحية، اللي يسحق التنين. وأنا عايز أقف هنا وقفة مهمة جدا جدا جدا. ليه العالم مليان ظلم وشر؟ ليه؟ كتاب قال كده، العالم قد وضع في الشرير. إيه اللي وضع العالم في الشرير؟ البشرية. ليه؟ انتخبته. ربنا ديمقراطي. أغلب الناس اللي في العالم عايزة إبليس رئيس لهذا العالم على المستوى الروحي، فبقى هو رئيس هذا العالم. وعشان كده المسيح قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فإبليس هو الرئيس الفعلي اللي بيحكم هذا العالم بالانتخاب. العالم انتخبه، ولأنه هو شرير الشر بيسود العالم، ولأنه ظالم الظلم يسود العالم، ولأنه فاسد الفساد يسود العالم. أنت متوقع إيه طيب؟ أي دولة بيحكمها رجل فاسد هتبقى الفساد بيسودها، ظالم هيبقى الظلم بيسودها، ولا إيه؟ فرئيس هذا العالم فاسد وظالم وشرير، ده هو الشرير. عشان كده الشر والفساد والظلم
بيسود هذا العالم. بس في مخلص اسمه يسوع المسيح، النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان، اللي سحق رأس الحي على الصليب. لو ندهت له ودعوته هيجي لي وحيخلصني. اسمه يسوع لأن يخلص شعبه من خطاياهم ويخلصهم من إبليس، من الشرير، لأنه هو اللي انتصر على إبليس. وإله السلام يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعا. دي القصة اللي احنا سمعناها، واللي بالضبط بتقول اللي بيقوله الإنجيل بالحرف بالحرف. قصة واقعية بتحكي اللي كتبوا لينا الإنجيل وسجلوا في مشاهد وفي آيات وفي تعليم قاله السيد المسيح وقاله التلاميذ. وربنا طلع صالح، طلع جميل، وطلع وسط الشر والظلم اللي في العالم ده. ربنا يفدي نفسي وينجيني ويديني السعادة ويشفيني ويحررني ويطلقني ويعمل مني خادم. أخونا ده خادم، وأول حاجات بيعملها بينزل قوافل يخدم ويكرز للناس، وبتلاقي ناس ملبوسة بأرواح شريرة. بتصلي لهم؟ أكيد. وبتشوف أرواح شريرة بتخرج؟ يعني في أرواح شريرة بتخرج؟ طبعا في. يعني أنت عارف بقى، ودريان وخبير في العالم المهبب على عينه دوت. يعني ربنا بيستخدمه النهاردة عشان يحرر ناس باسم يسوع الناصري من قيود إبليس ومن قيود الشر. أنا مضطر أطلع فاصل، بس بعد الفاصل عايزين نسمع أسئلتكم وعايزين نسمع اتصالاتكم وعايزين نرد عليكم. واسألوه، أهو قصة حقيقية وصل لآخر العداد بكل ما فيها، وصل لغاية يبقى عميل وممتلك من الشيطان ويديله روح عرافة ويستخدمه ويديله ملذات العالم وشهواته، لكن في نفس الوقت ياخد منه السعادة والفرحة والأمان، وربنا يوري له الظلمة الخارجية اللي بنتكلم عنها. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، ويصرخ وينادي، والمسيح يجي وينقذه ويخلصه ويشفيه ويطلقه ويحرق. كل ده مجانا مجانا، عشان كده هو مديون وأنا مديون لليهود واليونانيين، للسكيسي والبربري والحكيم والجاهل، بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص. نطلع فاصل وبعدها نستقبل اتصالاتكم. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. أرحب بيك عزيزي المشاهد مرة ثانية
في نرى نورا. وكان عندنا في الجزء الأولاني لقاء رائع مع تامر وهو بيحكي قصة فريدة لكنها مليانة دروس حقيقية من كلمة الله بتقول لنا أن الكتاب ده حقيقي واللي كتبه الوحي حقيقي حقيقي النهاردة في القرن 21 وحيفضل حقيقي لأن ده كلمة الحياة. بنورك نرى نورا وبينقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. قبل ما نسمع اتصالاتكم وهتشوفوا على الشاشة دلوقتي التليفونات اللي ممكن تتصلوا بيها بينا عشان نسأل ونجاوب ومن فضلكم خلينا نحصر أسئلتنا بقدر الإمكان في اللي احنا سمعناه دوت. في أسئلتنا عن ليه الظلم بيخليني أتشكك في وجود ربنا؟ ليه الشر بيخليني أقول ربنا مش موجود أو لو كان موجود يبقى ظالم؟ لو كان ربنا ظالم ليه جوانا إحساس بالرغبة في العدل لو هو ظالم؟ لو كان الشر هو الأصل ليه جوانا إحساس بالرغبة في الخير وعايزين الخير وبنرفض الشر؟ الأسئلة دي مهمة وعايزة تكون صريح وتسأل. وفي نفس الوقت القصة دي بتوريني في الآخر إذا لما طلبته لقيته فخلصني ونجاني وأنقصني وغسلني وطهرني وعمل مني إناء للكرامة واداني سلطان مش بس أني أنتصر لكني أساعد الناس التانية أنهم يعيشوا حياة النصرة والغلبة ديت. بس اسمحوا لي أن أنا أنتهز الفرصة ديت لأن إحنا ككنيسة الحقيقة بنتهز الفرصة دي أن على الهواء أني أقول الخبر دوت أنه الجمعة الجاية يوم 28 بسبب الأحداث المتوقعة في ذلك اليوم ولو أني لست أتوقع انزعاجا كبيرا كما يظن البعض لكن بسبب أن الناس حريصة في اليوم دوت أنه ما تنزلش وما تروحش من أنحاء القاهرة إلى أنحائها إحنا قررنا قصر الدبارة أن اجتماع صباح الجمعة واجتماع الشباب في مساء يوم الجمعة يتلغوا وصادف بترتيب ربنا أننا في الويك اند ده في الخميس والجمعة والسبت إحنا عندنا خلوة صلاة لخدام كنيسة قصر الدبارة في بيت الوادي فإحنا في الوقت دوت هنكون موجودين في بيت الوادي وحنزيع خدمة صباح الجمعة من 11 للساعة 1 على سات 7 كالمعتاد بس بدل ما هنزيعها من الكنيسة الكنيسة كل الاجتماعات بتاعت يوم الجمعة بكل أشكالها هتكون ملغية حفاظا على أن أولادنا أو بعض الأهالي لأنها خايفة على أولادها أنها تيجي وتيجي لأن إحنا الكنيسة عندنا ناس بتيجي من كل أنحاء القاهرة فبنقول للناس تقدروا تتابعونا وتصلوا معنا وتتعبدوا معنا الجمعة صباحا من الساعة 11 للساعة 1 على سات 7 وإحنا في نهاية البرنامج ده هنصلي لهذا اليوم وإحنا هناك هنصلي لهذا اليوم إن ربنا يحفظ بلادنا من الشر ومن الشرير ويحفظ بلادنا من كل مؤامرة بتتآمر على الأمة ديت وإحنا شفنا الصلاة غير مجرى تاريخ بلادنا وشفنا الكنيسة اللي وقفت في الثغر تدافع عن هذه الأمة وعن هذا الشعب ليخرج للنور ولنرى مجد الحرية والكرامة والحق في بلاد وحنفضل نصلي لغاية لما نشوف النور بيشرق للآخر والأمن والسلام مرة تانية بيملأ قلوب الناس قبل ما بيملأ واقع حياة الناس لأن السلام بيبدأ من جوه قبل ما يكون في واقع الحياة ولما أنا بتصالح مع ربنا ومع نفسي ومع الناس الشر بيموت الظلمة بتنتهي لما النور بيشرق على أرضنا عشان كده مرة تانية بقول الخدمة صباح الجمعة المزاعة على النت والمزاعة على سات 7 هتكون في موعدها من الساعة 11 لغاية الساعة 1 تقريبا نراكم في ذلك الوقت مرة تانية. معنا تليفون أمين من الجيزة وعنده هو كمان شهادة يقدمها واختبار يقدمه ويشاركنا فيه. ألو مساء النور أهلا بيك بمرس عليك وعلى ضيفك اللي معايا أهلا وسهلا بيك يا أمين أمين صح؟ لما سمعت اختبار حبيت أقول اختبار أنا كمان قبلت الرب في 2006 لكن في صراحة قبل ما أقبل الرب يعني ما كانش لي صلة بالمسيح ولا كنت أصدق المسيح والله
ولا كنت عايشة مع مولود في أسرة مسيحية، لكن حتى كنت خايف إن حد يقول أنت مسيحي. لكن في الحقيقة جيت في مرة كنت بسمع برنامج بتاع أبونا زكريا بطرس الأسئلة عن الإيمان، فكان في واحد بعت له جواب من السعودية بيقول أنا قبلت المسيح. فمن اللحظة دي بدأت أصدق إن المسيح موجود، وبدأت أطلب المسيح والرب اتعامل معايا، وشفت كتير بس في أحلام يعني مش في الظاهر. ويمكن الحلم اللي خلاني قبلته هو كلمني كتير، حتى في ملاك جالي في الحلم وانا كنت بهرب، كان شفت يوم زي يوم القيامه كده واستخبيت تحت كنبه، فملاك جالي وقال لي هتهرب تروح فين، كل ده هيزول وكل ده هينتهي. فرب بدا يتعامل معايا، لكن اللي اثر فيه واللي خلاني مشيت مع رب فعلا حلمت في يوم كنت طالع على السقاله وشايل لوح خشب، فجيت نازل ما لقيت تحتيها سلم، لقيت نفسي بسقط في هاويه، فقلت خلاص انا بموت وبنتهي، فاحسن حاجه ارفع عيني للسماء. ورفعت عيني قلت له اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك، فلقيت ايد الرب راحت مسكاني وحطاني كان على الارض. ومن اللحظه دي بدات امشي معاه وقبلت الرب يسوع في حياتي، وده اللي خلاني يعني اقبل كمان اخواتي في الطوائف الثانيه اللي انا كنت جوه كنيستي متحصن ان ما اتعاملش مع حد انا غير كنيستي، لكن خلاني اقبل كل اخواتي في الطوائف الثانيه، لدرجه بقينا بنعمل اجتماع حد وخميس اي كنيسه، كل الكنائس بنتجمع مع بعضينا في البيت كده وبنصلي وصار لينا شركه مع بعضينا. وانا عايز اقول ان الرب ليس بعيد عن احد، يعني الهنا حنين وطيب جدا جدا. واللي انا اكتشفته بعد ما قابلت الرب ان محبته ليا زمان ما اتغيرتش بعد ما حبيته، بعد ما قابلته هي نفس المحبه، كان حنين معايا جدا حتى في رغم ان كنت في خطايا في شهواتي وافكاري الشريره والنجسه، يمكن يعني كل حياتي كانت غلط في غلط حتى في علاقاتي مع الناس، لكن اكتشفت انه حنين جدا جدا. يقول حتى عنه كتاب صرت عزيزا في عيني ومكرمه، انا قد احببتك الرب من قبل انشاء العالم احبنا. يقول ان عنه كتاب الذي خلصنا ودعانا دعوه مقدسه لانه مقتضى اعماله ومقتضى القصد والنعمه التي اعطيت لنا في المسيح يسوع. اشكرك يا امين. الازمنه الازليه الله بين محبته لنا لانه نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. رب يسوع شافوه قاعد مع العشرون خطاب زبيحه. امين 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 اسمعني. انت مش سامعني. الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي عنده، هو وعد وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين احمل وانا اريحكم. رب صالح. اشكرك. امين 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 اسمعني. مش سامعني. مش سمعني. امين. عايز اشكرك عشان مشاركتك الايجابيه، بس انت في الاخر بتوعظ، احنا عايزين بس نشهد عن ربنا. فانا اشكرك شكر جزيل على المداخله الرائعه دي. معنا مين؟ اهلا وسهلا ابن الرب من المنيا، اهلا بيك. اهلا وسهلا. كنت عايز افسر سؤال لحضره الاسيس سامح. اتفضل انا معاك. هو يمكن يكون بعيد شويه عن الموضوع لكن انا محتاج اسمع رد فيه. اتفضل. هو أنا بمر بضيق مادي شديد، أنا راجل متجوز وعندي أولاد، وبعدين أنا علاقتي بربنا كويس الحمد لله، والكتاب بيقول ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بكم، فأنا ربنا مطول المدة عندي خالص، فأنا مش عارف طول المدة دي، أنا عايز أعرف أنتظره، أنا مش عارف أنتظره الآن وخايف والضغط برضه الضغوط عليا شديده، المطلوب كتير وانا في حاله صعبه شويه، فعايز نصيحه من حضره القسيس. نصيحتي انك تشكره لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. في وسط الازمه لما بشكر ده اعلان ايمان، بشكرك عشان الأزمة، عارف إن الأزمة مش منك، هو مش بيصنع الأزمات، هو مش بيجربنا، لكن أنا بشكرك إنك سمحت وإنت وعدت إنك في الضيق تكون معنا وتنجينا وتحول الشر خير. فأنا بشكرك إنك معايا، وبشكرك من أجل النجاة اللي جاية، وبشكرك إنك بتعلمني درس، وبشكرك لأنك هتحول الشر خير.
الشكر بيخليني أركز عليه هو، فأثق فيه هو، فأنتظره هو، فأفتح الباب أمامه إن يمد إيده وينتشلني. التفكير والهم والشكوى بيخليني أغرق في المشكلة، الشكر بيخليني أطفو على السطح، فربنا يقدر ينتشلني من عمق ومن جب المشكلة. أمين؟ أمين. رب معك، رب معك، رب معك. بيخائيل من منها، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك في سؤال كده بقى ايه حضرتك؟ لا انا مش سامع على مالك، اتكلم. حضرتك في سؤال، في سؤال بقى انت حضرتك عايز اساله. اتفضل. سؤال. اتفضل. حضرتك ربنا كان واضح معانا وقال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. مظبوط. يبقى ليه بيزعلنا يعني؟ ما ده قليله كده ما تحسش علينا يعني. ليه بقى اللي بيخلينا نبعد عنه؟ ليه بنبعد عنه؟ يعني هو قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. مظبوط. لما بنوع بيها بتخلي معاه طب هو قال لنا صح طب انت عايز في العالم هيبقى فيه دي ليه يعني بتخلي معاه لانه هو قال لنا يعني ما بنضحكش عليه ده يعني. برافو عليك. هو بس ليها كماله، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فانا لما بمر بالضيق مش ده مش غريب، وعارف ان في غلبه جايه صح، في ضيق وفي نصره. امين امين. انا اشكرك. دي مش سؤال، ده دي وعظه جميله، ده تامل جميل جدا. ربنا يخليك. عليك سؤال اخير بقى جايزك. اتفضل. ربنا امرنا بالبشاره. يعني بص الرسول في رساله الروميه بيقول ايه؟ ويل لي لما بشر بالاله وبشر المسيح. يعني انا ما عنديش اختيار، انا مجبر ان انا بشر. مظبوط. مش اختيار. مظبوط. ليه بقى بعض الاباء كان يعني ابعد ما لكش دعوه ما تتكلمش؟ ده مش سؤال برضو، ده تتأمل جميل جدا. أنا عايز أشكرك يا أخ ميخائيل على فعلا ويل لي إن كنت لأبشر. بالذات أنا عندي خبر صار، أنا مش عندي هجوم على الآخرين. يعني الإنجيل لا يهاجم الآخرين حتى المختلفين معاه. الإنجيل خبر صار بيقول للناس ربنا بيحبك وقابلك ومستنيك ويقدر يخلصك وينجيك. فإيه اللي يمنعني إني أقول الأخبار السارة دي للناس؟ يعني اللي لما يكون عندي خبر وحش أبقى مكسوف أقوله للناس، لو أنا عارف إن واحد هيموت أقوله أنت هتموت، فأبقى مش عايز أقولها له عشان هيزعل مني. لكن لما يكون عندي خبر صار، الإنجيل هو الخبر المفرح. ليه مش بنقول للناس الأخبار المفرحة؟ الناس محتاجة تسمعها. فأنا يعني عايز أشكر الأخ ميخائيل. معنا مين؟ سامح من الجيزة، أهلا وسهلا. المرة دي رجالة كلهم، ده إيه الجمال ده يعني النهاردة يعني. أهلا وسهلا. محبينكم لينا وصلاكم لينا كتير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا مع حضرتك. إحنا سامعينك، اتفضل. أي يا فندم، أنا سامح. اتفضل يا سامح. كنت عايز بس إن أنا أتكلم مع أستاذ سامح على الهواء. انت على الهوا وسمعينك وكل الناس سمعاك. انت عندك سؤال ولا عندك طلبة ولا ايه اللي تحب تقول قلنا؟ لا بس انا عايز في طلبة. انا كنت عايز اقول حاجة، ان انا قعدت فترة كبيرة ربنا ما كرمنيش، قعدت 4 سنين مراتي ما انجبتش. لفيت على دكاترة كتير جدا. في ناس قالت لي مش هينفع خلاص انتهت الدنيا كده، لا خلاص لازم تعمل حقن مجاري وكده. فركعت ربنا بخشوع وتناولت واحترفت وبيتوقع ربنا مذهول. فوجئت كده وانا واعد حاجة بتكلمني بتقول لي ما تخافش، ربنا هيديك، ربنا هيديك. كمل. وبعد كده ربنا اداني. امين. ربنا اداني ودلوقتي عندي دلوقتي مراتي حامل في الشهر الخامس. مبروك. وده الشكر من ربنا. مبروك. اشكر ربنا كتير ان يقدر وقت معايا. مبروك يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك. دي النهارده كل الاخبار جميله، ده ايه الحلاوه دي؟ ده انت وشك علينا جميل يا تامر. معانا مين؟ ام سامح بقى. ام سامح مش عارف، ما افتكرش مامته يعني. ايوه ام سامح. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ام سامح. الله يخليك. ازاي؟ انا فرحانه قوي ان انا بكلم حضرتك. اهلا بيكي. الله يخليك. انا جوزي عنده وظيفه كلى عاليه قوي وعنده ضغط وسكر وعنده فيروس سي،
عنده قصور في القلب ولسه طالع من العنايه المركزه بقاله كام يوم، وهو تعبان قوي ما بيعرفش ينام على جنبه خالص طول الوقت، وهو نام قاعد. هو كان بعيد عن ربنا فعلا في الاول في شبابه، كان بعيد عن ربنا كل البعد، بس لما تعب وجات الامراض لجا لربنا وليل ونهار يقول له اشكرك، حتى عينيه دلوقتي ما بيشوفش بيها، يعني نزيف داخلي ما بيشوفش بيها، وبالليل ونهار يقول له اشكرك على كل اللي تجيبهولي يا رب، انا كنت بعيد عنك وانت دلوقتي انت بتقدمني، اللي بيحب الرب فعلا بيقدمه. فارجو من حضرتك تصلي له يعني. حاضر. تكون دايما في صلاتك معايا. ابني بعيد عن ربنا برضه، ابن الوسطاني ده ما اجيب له سيره الكنيسه يتهرب من ما يروحش غير واجب العزاء يبقى واقف بره. يعني ما بيخشش الكنيسه خالص. حاضر، بس انا عايز اصلح. حاضر، بس عايز اصلح حاجه. المرض والبلاوي مش من ربنا، المرض والبلاوي مش من ربنا. الله لا يجرب احد بالشرور. كل عطيه صالحه وموهبه تامه نازله من فوق من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. احنا بنشكر ربنا في المرض مش لان هو اللي جاب المرض، لان هو هيبقى معانا في المرض، ولانه حيعين ضعفنا. برافو عليك. فانا مبسوط جدا من جوزك، انا مبسوط منه انه في وسط المرض بيشكر ربنا، بس مش بشكره مش بشكره لان هو جاب المرض، والمرض مش تاديب، ربنا مش بيادبنا بالمرض. ربنا لما يادب واحد يعني لما يخبط عليا كده ده مش عيا، ربنا بيستخدم التجربة اللي من إبليس عشان يفوقنا ويرجعنا ليه، لكن مش هو اللي بيجربنا. فأنا سعيد جدا بالروح الجميلة اللي عند زوجك ده، هنصلي عشانه وهنصلي كمان عشان ابنك ربنا يفتقد نفسه ويرجعه ليه. عندنا تليفون تاني، وبعدين احنا عايزين نصلي النهاردة عشان خاطر يوم الجمعة بصورة خاصة. معنا بولس من أسيوط. ألو؟ سلام الخير. سلام يا فندم. سلام. سلام ونعمة. من فضلك. من فضلك أعطيني ممكن أخش على عشان أنا مش سامع كويس. لو وطيت التلفزيون وعليت صوتك في التليفون يبقى أحسن شوي. وطي التلفزيون. أنا أصلاً مش وطي التلفزيون، بس سألتك أنا بسمعك من التليفون على أساس أنك أنت كنت بتكلم مع مسامح لسه الاتصال. مظبوط مظبوط. أنا سامعك دلوقتي كويس قوي يا بولس. اتفضل. طيب معي برضو سؤال لستك او عايز كلمة منفع منك من قدسك. لما بصلي الشيطان بيشوش علي ومش عارف اعمل ايه، مش عارف بعمل ايه نهائي. كل ما تصلي الشيطان بيشوش بمعنى الكلمة، يعني الجرس مش عارف اركز نهائي وافكار من كل نواحي بتوصلني. ولما بتقرأ الكتاب نفس الحكاية. لما بقرأ الكتاب ما بفهمش حاجة نهائي، ما بفهمش حاجة نهائي خالص. طب جربت بقى تعمل يعني. جربت تعمل اللي الأخ تامر ده عمله، تقف كده وتدعس الشيطان تحت رجليك وتسلم حياتك كلها لربنا ولا لأ؟ لا ما جربتش. أنا ممكن بصلي فعلا وبصلي بإيمان وبصلي بقوة وبصلي بحرجة، بس برضك ما بوصلش، يعني برجع بقوم وجع. طيب أنت سمعت تامر صح النهاردة؟ سمعت تامر وسمعت قصته. عندي سؤال بس انا مش عايز اطول عليك عشان الاتصالات اللي بعديها. وسمعت قصته، وده اللي احنا دي النصيحه اللي نقولها لك. انت عندك باسم المسيح سلطان على ابليس. لو وقفت وامنت بان اسم يسوع فوق كل اسم وسلطانه اعلى من كل سلطان، ودست على ابليس قلت له يا ابليس ادوسك باسم يسوع وانتهرك وارفضك من حياتي، وأنا ملك للمسيح، وأنا بدي قلبي وفكري وكياني كله للرب، ملك للرب، وبرش دم المسيح على حياتي وبعلن سلطان المسيح عليا، إبليس يهرب منك ويسيبك في حالك، وكل ما يهاجمك تاني أنت تقدر تنتهره باسم يسوع، فتختبر النصرة اللي تامر اتكلم عنها بصورة مجيدة وعظيمة تفوق كل وصف آخر. أمين؟ معلش ممكن برضه معاك تعمل حاجة؟ تفضل. ده تفضلك. المسألة برضو يعني أنا عايز أخدم أو عايز أرنم، عندي قوة وعظة أو قوة ترنيم، يعني عايز لو أنا متهيجلي كده لو رنمت ممكن أهز أو يعني، بس ما قدرتش أطلع المشاعر اللي جواي دي أو مش عارف أعمل إيه. ما ده اللي بنقوله، يعني ممكن أعمل بس وعظة أو ممكن ترنيمة يعني ما باخدش الفرصة مع نفسي، ما بنفردش بنفسي نهائي.
ما ده اللي بنقوله، اعمل بس اللي احنا قلنا عليه ده، جرب كده، ادخل مخدعك واغلق بابك واعمل اللي احنا بنقول عليه دوت، هتلاقي نفسك انطلقت ورنمت وهيصت وفرحت بربنا على الاخر. امين. عايزك تطلب طلبه من كل الناس الضعيفه البعيده عن المسيح انها ترجع. امين امين يا بولس، امين يا حبيبي. عندنا تليفون اخير عشان خاطر عايزين نصلي للاخوه اللي طلبوا دول، وعايزين نصلي لبلادنا اليوم الجمعه الجايه. معانا روزانا. هي سيدي حضرتك روزانا، ازيك يا روزانا؟ ايه طيب؟ الحمد لله. طيب من سؤال بسرعه، دلوقتي انا سمعت تامر كان مرض كام اعلان كده اللي يضمن لي ان هو هيكمل مع ربنا او هيكمل بعد كده في الحياه الابديه او التامر يعني. لا مش مفهمتش يا روزانا. دلوقتي لو انا هشوف عن اعرف شخص مرض اعلاني مش بالظبط زي تامر كويس، بس كان اعلان كده من ربنا بوضوح ان هو موجود وكل حاجه كويس، ده يضمنني بعد كده ان انا هبقى معاه ولا ايه؟ اللي يضمنني الحياه الابديه بعد ده. ده سؤال جميل قوي. مين الضامن، انا ولا هو؟ لا هو. كويس قوي. فالمسيح بيقول الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني. فلو أنا حطيت نفسي في إيدين المسيح، مين اللي يضمن أن أنا هكمل معاه؟ أنا نفسي في إيدين المسيح. مين؟ أنا حطيت نفسي، لو أنا حطيت نفسي في إيدين المسيح، سلمت نفسي بين إيدين المسيح، مين يضمن أن أنا أكمل معاه، هو ولا أنا؟ يعني أنا لو ضمنت أن هو هيكمل خلاص أنا مش هقلق كده؟ مش هقلق، وهيبقى فاضل حاجه واحده، اني انا اني انا بالظبط، اني انا افضل عايزاه، بس ده المطلوب مني، مصدقاه وعايزاه. الحياه المسيحيه مبنيه على كلمتين، الايمان والمحبه. الايمان والمحبه، الايمان اني واثقه فيه، المحبه اني عايزه اني بحبه. ده اللي هو طالبه مني، اني احبه واني اصدقه. طول ما بحبه وبصدقه انا حاطه نفسي بين ايديه. شكي في حبه أو شكي فيه هو اللي بيخليني أسقط من يده، أنا بنط من إيده. طول ما أنا في إيده محدش يقدر ياخدني مني، لا الظروف، ومن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ إن أنا من أجل كنومات كل النهار قد حسننا مثل غنم للذبح، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الضمان يا روزانا هو دوري، إني أحط نفسي بين إيديه، لكن الضمان هو الضامن. أيوب قال كن ضامني عند نفسك، يعني هو اللي بيضمني وبيضمني عنده، وده الإيمان اللي يخليني أبقى في سلام في أمان، مش خايفة، مش خايفة من بكرة، مش خايفة من الظروف، حتى مش خايفة من ضعفي. ربنا يباركك ويعينك ويشجعك. وعندنا دقائق قليلة، عايزين نصلي لأجل الإخوة اللي طلبوا أن نصلي من أجلهم، وعايزين نصلي لبلدنا، عايزين نصلي اليوم الجمعة بصورة خاصة. وأنا عايزك أنت تصلي الأول وبعدين أنا أختم بالصلاة. ممكن ترفع إخواتنا اللي طلبوا دول، الأخ المريض وابنها وبولس، وقال كل الناس اللي بعيدة الأيام دي ترجع لربنا، كل الناس المقيدة تشوف النور وتتحرر وتجرب. زي ما الأخت قالت لك أنت جربت كل حاجة، جرب جرب يا رب يا رب. صلي. يا رب باجي لك النهاردة، انت تيجي تعلن عن نفسك لكل واحد. أيوة. انت تلمس يا رب كل مريض. أيوة. وتشفي من كل الأمراض يا سيد. آمين. لا يعصر عليك أمر أبدا. آمين. أبدا. آمين. انت هو الأمس واليوم وإلى الأبد. آمين. يا رب النهاردة تيجي لكل واحد يا رب، كل واحد من إخواتي وأبهاتي وأمهاتي اللي يا رب طلبوا صلاة يا رب، انك تيجي تلمسهم لمسة شفاء وحرية. أمين. من كل كيد، من كل تعب، من كل مرض. أمين. تعال النهاردة يا رب زورهم زيارة خاصة. أمين. تعال مدي إيدك عليهم كده ومليهم شفاء. اعلن عن نفسك لأنك أنت بتحبهم. يا رب بشكرك، بشكرك يا رب أنك أنت بتلمسهم وبتشفيهم وبتحررهم، لأنك أنت يا رب بتحبنا بتحب كل واحد فينا. بشكرك وأباركك أن عندنا إيمان يا رب وثقة فيك ورجاء انك انت بتشفي وموجود وحي وبتحبنا، في اسم يسوع. امين.
كل اخواتنا اللي طلبوا اننا نصلي عشانهم، كل اخواتنا اللي مش عارفين يتصلوا عشان يقدروا حتى يرفعوا طلباتهم، كل الناس المتشككه حاسه بالوجع وبالظلم وبالشر والفساد اللي في العالم، انت في حنان قلبك عذرهم وحاسس بيهم، نادي عليهم يا رب، نادي على الناس في اليومين دول، نادي زي ما ناديت على تامر وهو واقف على الكوبري، ما تعملش في نفسك كده يا تامر، نادي عليهم برؤى، نادي عليهم باحلام، نادي عليهم بايات، نادي عليهم بعجائب يا رب. انت اله عظيم ولا يعثر عليك امر، وكل اللي طلبوك لقوك، عشان انت قلت كده تطلبونني تجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبهم. مش كده يا رب، اسمح ان الناس اللي تطلبك تطلبك بحق بصدق وباخلاص، مش كلام من الشفتين، فيلاقوك، فيلاقوك بصحيح ويعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك يسوع المسيح الذي ارسلته. كمان يا رب بنحط بلدنا بين ايديك يا سيدنا الرب، احفظ بلدنا يا رب، احفظ بلدنا يا رب من كل مؤامرة الشرير والأشرار، من كل فخاخ العدو، احفظ بلادنا يا رب، احفظ شبابنا، احفظ رجالنا وسيداتنا، احفظ يا رب الشرطة والجيش والشعب، أصل كلنا بني أدمين، أصل كلنا أولادك في الآخر يا رب، ما عندكش أعداء من البشر يا رب. بفضلك بنصلي من أجل إخواتنا السلفيين والإخوان المسلمين يا رب، احفظ حياتهم واحفظهم من رغبتهم في الانتقام، احفظهم يا رب، احفظهم، نجيهم، اعفو عنهم، نور عينيهم يا سيدنا الرب، فليكونوا خصوم لهذا الشعب، بل يكونوا جزء من نسيج يا رب هذا الشعب وهذه الأمة. اصنع مصالحة حقيقية يا رب، مصالحة مش مزيفة، مش مزيفة، مش كلام بوليتيكا، لا يا رب، لا يا رب، ترأف علينا، انت انقذتنا وبتنقذنا وحتنقذنا، مكتوب كده الذي نجانا وينجي وسينجي ايضا، نجي بلادنا يا رب من كل مؤامرة شريرة، نجي بلادنا يا رب من كل افكار العدو اللي بيتآمر بيها على بلادنا، نجينا ونجي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، تعال بنور وبدد الظلام، تعال بحب وبدد البغضة والكراهية، تعال بسلام يا رب واصنع مصالح بدل الخصام، عشان خاطر ابنك حبيبك يسوع، اسمعنا اجيبنا، كرامة ومجد ليك يا رب، امين. قبل ما اختم مرة تانية عايز اشكركم عشان متابعتكم لينا الحلقة، وعايزك تسمع الاختبار ده تاني، عايزك تسمع تامر تاني، وإذا لقيت نفسك فيه اعمل اللي هو عمله، اطلب ربنا بكل قلبك، هتلاقيه هكلمك بالطريقة اللي انت تفهمها. ربنا مش بيكرر نفسه، مش كل واحد هتجيله كرة النور وهيتخطف وبعدين المسيح هيظهر، مش الشرط، هيكلمك بالطريقة اللي تفهمها، هيكلمك بالطريقة اللي تستوعبها، هيعرف يوصل لك لو ندهت عليه وطلبته من قلبك. مرة تانية يوم الجمعة الجاية مش هيبقى عندنا اجتماعات في مبنى كنيسة قصر الدبارة، لكن هنزيع الخدمة، هيكون عندنا خدمة صباح الجمعة من الساعة 11 للساعة 1، وهتكون من بيت الوادي من مؤتمر خدام الكنيسة هناك، انتظرونا في بيوتكم، صلوا معانا، اطلبوا ربنا معانا، هنرفع بلادنا أمام الله لينجيها، وعندنا إيمان أنه نجاها وسينجيها أيضا، ويعلن محبته وسلامه ويظللها بظل جلاحه، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من نرى نورا، ربنا